أما هلا وصلنا على ثاني محطة من محطاتنا هايدي، وكثير مننا ببداية العام أو حتى بنهاية العام ببلش يسأل يا ترى شو مخبي لي هذا العام؟ شو مخبي لي حظي؟ شو ممكن يكون في شيء جديد؟ وبنعرف دائما بيقولوا في أبراج إلى حظ هي السنة وفي أبراج لا، شو رأيك؟ يعني سلمى اليوم كثير من الناس بتستنى هي الفقرة، يعني من السنة للسنة ونحن منهم أكيد، والفلك والأبراج بيحملوا الكثير من الخفايا والمفاجآت يلي بتيجي مختلفة من عام للثاني، ومع بداية العام الجديد الناس كثير بتهتم بالأبراج وبحبوا يعرفوا شو مخبالهم العام الجديد من حظوظ وتوقعات، لهيك بيسعدنا اليوم تكون معنا غالية بكفلاوي وهي الخبيرة في علم الفلك. يسعد صباحك. وصباحكم يا رب وكل عام وأنتم بخير. أنت بخير. إن شاء الله يا رب هيك سنة تكون حلوة على الجميع. يا آمين يا رب، ينعاد عليكي وعلى عائلتك يا رب كل خير. خلينا نبلش معك غالية هيك بشكل عام، أخبار الفلك السنة، حركة الكواكب بشكل عام كيف رح يكون بال 2023؟ هلا في حركة قوية للكواكب هاي السنة لأنه في كواكب كثير مهمة هي حتغير المسار، يعني في عنا كوكبين رح يغيروا مكانهم ورح يغيروا طبيعة المرحلة القادمة. يلي نحن يعني نحن كأفراد طبعا عم بحكي بالنسبة لكل الأبراج، طبعا في عنا كوكب زحل، كوكب كثير مهم هذا، بعد سنتين ونص موجود بموقع ببرج الدلو، رح ينتقل للحوت، رح نشوف كلياتنا نحن أشخاص مختلفين تماما بطريقة تفكيرنا بطريقة تعاملنا، حنكون كثير في عنا حدود لأمور كثيرة بحياتنا. بيأثر على التفكير هو زحل؟ هلأ زحل هو أنا بشوفه كوكب النضج دائما، يعني فكل حدا من الأبراج وين موجود هذا الكوكب بالنسبة له رح نحكيها هلأ بالتوقعات، أكيد رح يكون في عنده تغيير بهي الناحية بطريقة كثير صح، بطريقة كثير صح، فأنا بشوف هذا التواجد كثير حلو لأنه حيخلينا نعرف شو بدنا وشو قلنا وشو علينا حقوقنا وواجباتنا. طيب خلينا هيك نبلش بالأبراج بالترتيب وشو مخبالهم الفلك اليوم؟ هلا أول شيء مواليد الحمل كل عام وهنن بألف خير، أكيد مطلين على سنة كثير حلوة ممكن يكون فيها تغييرات مهمة جدا، انتهاء مرحلة من حياة مواليد الحمل وبداية لمرحلة جديدة تبدأ من آذار، طبعا النواحي العملية هي الأبرز بهذا العام، فالحمل رح يلاقي حاله يمكن مسافر هاي السنة، كثير مواليد الحمل عم يفكروا بالسفر ولكن يمكن يحققوه بهذا العام. تمام، مرحلة مهنية جديدة لنا، مرحلة أيضا عاطفية بالنسبة للخاليين خلينا نقول، لأنه عندهم فترة الصيف فترة صاخبة جدا بالعواطف وممكن كثير يلجأوا لارتباط أو يحققوا ارتباط هنن حاطينه ببالهم. فأنا بشوفها سنة حلوة للحمل، بس بدي نوه على شغلة كثير صغيرة، ممكن مولود الحمل خلال هاي السنة تكون حالته النفسية غير مستقرة. يعني هي نقطة كثير مهمة، ما يزعلوا مواليد الحمل أبدا، وممكن كثير يطلع من حياتهم أشخاص. أنا ما بعتبر خروج الأشخاص خسارة إذا كانوا أشخاص مسيئين. صحيح. او اشخاص مؤذيين، فبده يستعد مولود الحمل لاوساط جديده رح يدخلها ان شاء الله عبر عمل عبر السفر، ورح يبلش يغربل من حياته الناس يلي كانت مؤذيه بحياته. برج الثور. برج الثور صباح الخير لكل مواليد الثور، انطلاقه مهمه كثير هي السنه وفي دعم من الكواكب ومن الاشخاص بينقذوا لمواليد الثور دائما. طبعا النص الثاني من السنه رح يكون بالنسبه له افضل، كون المشتري رح يكون عنده، المشتري هو كوكب الحظ رح ينتقل عنده بمنتصف ايار. المرحله يلي قبل انا بعتبر بتبلش سنه الثور بشهر اذار. كان كوكب زحل موجود بيأدلوا خسروا كثير للثور فرص مهنيه، كثير من مواليد الثور تعبوا بالعمل كثير وما كان الناتج والحصاد على قدر مجهودهم. انوعدوا بأمور كثير ما تمت، انتظروا عمل لمدة طويلة ما تحقق، فمن أدار وبخروج هذا الكوكب الثقيل يلي كان سنتين ونص موجود عم بيأثر كثير على حياة مولود الثور المالية والمهنية، بانتقاله للحوت رح يفتح له آفاق جديدة ورح يدخل مرحلة كثير مهمة. اولا يمكن مواليد الثور هن الأشخاص اللي ما بيحبوا التغيير، انا دائما بقولها، بس يمكن هاي السنة يفكروا يسافروا كثير يغيروا موقعهم، يعني ممكن البعض يكون عنده نشاط عقاري بهذا العام، يبدل بيت يغير بيت ينتقل يشتري، فرص المهن فرص المال جيدة جدا
بالنسبة لإله، يمكن المجال العاطفي يكون أخف شوي كون الثور قدم تنازلات كثير، مع أنه بقول ما بيقدمها الثور بالعواطف، بس ممكن يكون استحمل واقع عاطفي وبده يحسمه بالنص الثاني من العام. هلأ الخاليين في فرص ارتباط طبعاً، ولكن يلي قائمين بعلاقة أو قيد علاقة ممكن كثير ياخذوا قرار. هلأ الجوزاء، صباح الخير لمواليد الجوزاء وكل عام وهم بألف خير. مواليد الجوزاء يعني بيدخلوا السنة بصخب حقيقة، وبحققوا وبالنص الأول من العام كون المشتري موجود ببرج الحمل داعم، وأيضا كوكب المريخ كوكب الطاقة والحماس موجود عندهم أول ثلاث شهور بالعام، فبيحققوا أهداف مالية وبيحققوا أهداف مهنية بالأشهر الأولى. بتبلش بيتغير نمط حياتهم اعتبارا من أدار. من أدار مولود الجوزاء بيصير أكثر جدية بعمله، بيصير ما أنا مسمية هاي السنة هي سنة التأسيس المهني لمولود الجوزاء، لأنه رح يبدأ يأسس أكيد لازم يكون أكثر تركيز بأموره المهنية، أكثر تمسك بمصالحه. مولود الجوزاء ممكن هاي السنة يتعرض لبعض الضغوط، لبعض التحديات، لبعض المنافسات بالعمل، بس بده يثبت نفسه، يعني بده يحاول انه يثبت نفسه. وبقول لمواليد الجوزاء انه حتى لو انضغطوا بتجربه بالعمل ما حسيتوا انه علاقتكم مع السلطات بالعمل ما انا كثير مريحه باجواء العمل ببيئه العمل، حاولوا كثير انه تحافظوا على الاستقرار المهني، ولا تفكروا تتركوا عمل الا اذا كنتوا ضامنين البديل، لانه زحل موجود ببيت العمل عند مولود الجوزاء، ممكن اذا بلحظه تهور انفصل عن عمل او يعني ترك لسبب من الاسباب ممكن الفرص ما تكون كثير متاحه. بالنسبه للامور العاطفيه، هلا بشوف مولود الجوزاء هذا عام جيد، في فترات حلوه كثير عاطفيه بالنسبه له، بس يمكن اهتمامه وطموحه العملي رح يطغى على اهتمامه العاطفي، فما كثير بشوف في قرارات جدية بهذا العام، في استثناءات بكل الأبراج طبعاً. أكيد ولا يعني ما في حدا بمواليد الجوزاء ممكن إنه يرتبط هالسنة، لا، بالتأكيد لا، ولكن السيمة العامة بشوف الأمور كقرارات نهائية جدية بحسها كثير قليلة بهي السنة كارتباط عاطفي، يعني زواج عم بحكي. البعض من مواليد الجوزاء كثير ممكن انه يعيدوا حساباتهم ويرجعوا لعلاقه سابقه. برجنا هلا يمكن السرطان؟ انت برج السرطان؟ لا انا برج الميزان. اوكي لسه ما وصلنا. لسه بكير. نعم. صباح الخير لكل مواليد السرطان وكل عام وهم بألف خير، يعني من احلى السنوات يمكن هي، ولو انه رح يدخلوا هي السنه ما حيشعروا انه هي في تغييرات كثير، بالعكس حيدخلوا مرهقين هذا العام مواليد السرطان. الاشهر الاولى تعب صحي يمكن يكون، مرهقين من علاقاتهم العاطفية أو علاقاتهم الزوجية. بظن مواليد السرطان رايحين لقرارات كتير جريئة بوضعهم الشخصي أو وضعهم الزوجي أو حتى العاطفي، بس بتبدأ بتتحسن الأمور عندهم اعتبارا من شهر أدار. شهر أدار وكأنه مولود السرطان رح يقلب صفحة ويفتح صفحة جديدة، حيكون أكثر جرأة، أكثر قوة، حضوره أقوى، رح يكون رح يطمح لتغيير كتير شامل بكل أوضاعه. بشوف مواليد السرطان هذا العام بيحققوا مكانة مهنية جيدة، والفكرة أنه ممكن كتير مواليد السرطان يكون عندهم عقود خارجية، يعني يسافروا بهدف العمل، يفكروا بسفر أو بهجرة وبهدف طبعاً أنه يحققوا مكانة مهنية جيدة. أمورهم المالية جيدة وخاصة بفترة الصيف، عندهم تحركات مالية كتير واسعة، مكاسب أرباح اعتبارا من شهر حزيران تقريبا. طبعا السرطان هاي السنة بنشوفه شخص كتير قوي على خلاف السنوات الماضية، بنشوفه حاضر طموحه عالي جدا، ورح يعمل مولود السرطان يلي مفكر بتغيير بعمله رح يشتغل بطبيعة عمل مختلفة تماما، يعني غير عمله الأساسي، حيجرب شيء جديد، حيفكر بتعلم مهنة جديدة، اختصاص مختلف،
يمكن رح يثري معلوماته ومعرفته دراسته، أموره رح تكون كتير جيدة، وحيلاقي الحب بهذا العام. مولود السرطان لخمس سنين سابقة مرتاح عاطفياً، إذا بدنا نقيم الوضع العاطفي للسرطان ما كان مرتاح أبداً لا عاطفياً ولا زوجياً. حيدخل علاقات حقيقية هي السنة ويمكن تاخده لارتباط إن شاء الله. شو بالنسبة لبرج الأسد؟ مواليد الأسد كل عام وأنتوا بألف خير. هلأ أنا بشوف مواليد الأسد حيدخلوا السنة بصخب كمان كتير كبير، ويمكن شهر شباط يعمل لهم شوي اهتزاز بالعلاقات بحياتهم. شوي بيكون شهر صعب عليهم، بس لا تعولوا عليه لأنه لسه مواليد الأسد عندهم كوكب المشتري بموقع كتير حلو، ممكن يحقق لهم سفر بعيد، ممكن يكون نشط من الناحية الدراسية. مواليد الأسد هي سنة للتعلم، سنة للدراسة، سنة للنجاح الدراسي، فكتير اشتغلوا أول خمس شهور بالسنة مواليد الأسد، لأنه النص الثاني من العام ممكن تضطروا لمضاعفة الجهود. بينتبه الأسد هاي السنة على أموره المالية كتير، مو يعني أموره المالية مانا منيحة، ولكن أموره المالية رح يدرك تماما مولود الأسد حقوقه، يعني شو له وشو عليه على هذا المبدأ. ممكن كتير يكون في تغيير باستراتيجيته المالية، بسلوكه المالي، ممكن يكون في نقاشات مطولة العلاقة بحقوق، العلاقة بميراث، العلاقة بقضايا مالية معلقة سواء مع شركاء أو مع عائلة رح ينبحث فيها بهذا العام. أهم شيء مولود الأسد هاي السنة لا يدين ولا يتدين، نصيحة لكل مواليد الأسد، يعني يكونوا كتير حريصين على الوضع المالي. النص الثاني من العام واللي بيبدأ فلكيا بأيار، بينتقل كوكب المشتري لموقع عالي جدا بالنسبة لمواليد الأسد، فمنلاقيهم يمكن بيعيشوا حالة من التمرد شوي على الواقع، وهذا الشيء لازم ينتبهوا له مواليد الأسد. يعني مواليد الأسد من الأشخاص القادة، هن ما بيحبوا ينقادوا ولا يؤتمروا بطبعهم، فالنص الثاني بده يسايروا كثير للحفاظ على استقراره للوصول لمكانة مهنية هن عم يحلموا فيها. كثير وارد يغيروا عمل أو يتركوا موقع، في ترك مواقع عند مواليد الأسد بالنص الثاني من العام، إن شاء الله يكون لموقع أفضل يا رب. أمورهم العاطفية رائعة، فيها تألق كثير كبير لأنه في عندهم كوكب الحب بهذا العام، وبشكل كثير خاص رح يبقى عندهم مدة طويلة جدا. عادة الزهرة هو كوكب الحب بيكون بكل برج عادة من 20 ل 25 يوم. هالسنة عند مواليد الأسد رح يكون أربعة أشهر. أربعة أشهر بغيروا المصير، يعني ما حدا بيبقى على ما هو بتأثيرات كوكب الحب. فكتير من مواليد الأسد ممكن يكون عندهم ارتباط هذا العام، ولكن ارتباطهم على فكرة له معايير. يعني السنة مولود الأسد من شدة جموحه من شدة طموحه العملي ممكن حتى يربط وضعه العاطفي بمصالحه، فبيكون اختياراته ما بشوفها كثير نابعة من القلب بقدر ما بتكون اختيارات موفقة عم يفكر فيها باستقرار، سواء استقرار مادي مع الشريك، استقرار مهني، بيختار أشخاص ممكن يدعموا مسيرته المهنية بهذا العام، هيك بتكون اختياراته يعني. فبس إنه النص الثاني من السنة شوي ممكن يكون شوي بيحمل بعض التحديات، بده يسايروا مواليد الأسد أكيد ليحققوا طموحهم. طيب خلينا نروح للبرج اللي بعده هلأ، العذراء. من بعد الأسد بنروح لمواليد العذراء، سنة كتير حلوة بالنسبة لإلهم، كل عام وأنتم بخير مواليد العذراء. أنا بشوف يعني مولود العذراء هذا العام يمكن من أحلى الأعوام بالنسبة لإله، لولا بس يعني ناحية واحدة بدي ركز عليها. هلأ من ناحية المهنية أموره جيدة جدا، عنده حظوظ وخاصة بالنص الثاني من العام، فرص متنوعة متجددة للعمل، للتطور المهني، للمستجدات، لكسب المال. يعني عنده مكاسب مالية بهي السنة وعنده حركة كتير واسعة، ويمكن البعض من مواليد العذراء، ما بدي أقول كلهم بس ممكن البعض منهم يسافر أو ينوعد بسفر يعني، أو يفكر بهذا التغيير. ولكن من شهر أدار مولود العذراء في عنده مرحلة بحياته تستمر لمدة سنتين ونص،
كل التغييرات عم بتكون بالنسبة لكل الأبراج بشهر آذار. السبب هو كوكب زحالة اللي رح يدخل لهذا الموقع للحوت بهي السنة وبيعمل تغييرات. هلأ بالنسبة لمولود العذراء تغييراته رح تكون بعلاقاته الأساسية. كيف؟ يعني مولود العذراء هاي السنة بيعيد صياغة علاقاته، بيعيد صياغة روابطه الأساسية الزوجية العاطفية المهنية. في إصلاحات بيعملها يمكن، في علاقات بينفصل عنها بيتركها لأنه بيحس أنه ما عم تخدمه أو ما خدمته بالطريقة الصحيحة، علاقات متعبة بيتخلى عنها بهذا العام وبيدخل علاقات جديدة على أسس واضحة. يعني ما كتير العواطف بتحركه هاي السنة لمولود العذراء على فكرة، يعني بالعكس يعني بيحاول يعتمد على تجارب الماضي ليستنتج كيف بده يكمل السنوات القادمة. طيب بالنسبة لبرج الميزان، مولود الميزان عنده سنة حلوة، يمكن من بداياتها يكون فيها شوي ضجة. لاحظوا كثير في أبراج عم تدخل السنة بصخب، يعني هو الحقيقة النص الأول من العام للتغيير عند مولود الميزان. يعني إذا بدنا نحكي بتغييرات أساسية بعمله أو بعلاقاته الشخصية كارتباطات أو كفسخ علاقات، فهو بالنص الأول من العام رح يكون. يعني إذا مو مرتاح الميزان بعمله ممكن يروح لعمل ثاني، يكون عنده عقد، في عندهم عقود بهي السنة، في سفر للبعض طبعا الراغبين من مواليد الميزان، في فسخ لعلاقات يمكن تكون زوجية، بس أنا بقول هو انفصالات مؤقتة بالنسبة للميزان مو نهائية رح تكون على فكرة، لأنه النص الثاني من العام رح يعيد ترتيب علاقاته ويمكن يدخل مصالحات. هي بالنسبة لمواليد الميزان يلي عندهم مشاكل مديدة وسابقة وطويلة. النص الثاني من العام طبعا هي سنة بتحمله مسؤوليات كتير لمولود الميزان. فعلا مولود الميزان هو من أكثر الأبراج تعب بالعمل بهي السنة، فلهيك كتير من المهم يهتم بأموره الصحية. أموره الصحية ممكن تيجي فترات كتيرة يحس أنه هو تعبان مرهق، طاقته منخفضة. إذا مشي على نظام صحي مظبوط وإذا حاول عاداته السيئة الصحية يستبدلها بعادات أكثر إيجابية بيكون أفضل أكيد لإله. ولا كتير يتوسوس الميزان بالصحة، يعني وقت منقول إنه في تعب صحي مو يعني مرض، ممكن إرهاق، ممكن يعني بيحتم عليه الوضع إعادة تنظيم حياته الصحية بشكل جيد. طبعا النص الثاني من العام عنده انشغالات بأمور مالية كتير مولود الميزان، بحقوقه وواجباته المالية يلي ممكن تكون مرتبطة مع آخرين، يعني مواضيع العلاقة بالميراث، مواضيع العلاقة بقسمة مال، قسمة أملاك مثلا، هي كتير بنشغل فيها الميزان بهذا الوقت. حتى ممكن ينشغل ببعض القضايا الإدارية أو القانونية إذا وجدت يعني طبعا بحياته. عموما هي سنة حلوة بالنسبة له وإن كانت متعبة من ناحية المسؤوليات. سنة حلوة. طبعا حلوة أكيد لأنه بتحمل تغيير بالتأكيد. يعني يكفي الميزان يعيد صياغة حياته العملية يا جماعة، حتى ممكن مواليد الميزان يشتغلوا شغل إضافي بهذا العام، يعني يكون عندهم شغل جانبي إلى جانب شغلهم الحالي، وهذا طبعا أمور المال بتتحسن بالنسبة له. هلأ السنين الماضية الميزان كان مرهق ماليا جدا، ولا السنة كان مرتاح ماليا، هاي السنة في بشائر، يعني كون في أعمال كثيرة فممكن يكون في مردود مالي كمان بنفس إن شاء الله. الوقت إن شاء الله. بيحسن من أحواله. خلينا نروح لبرج العقرب. مولود العقرب كل عام وأنسوا بألف خير. هلأ مولود العقرب أحد المواليد هاي السنة يلي بتحمله كثير من التحديات الحقيقة وكثير من المواجهات. هي السنة إذا مولود العقرب حاول أنه يساير شوي الأحداث والظروف المعاكسة ببعض الفترات بالسنة فأموره رح تكون جيدة جدا، لأنه رح ينتقل لموقع أفضل. هلأ من بداية العام مولود العقرب بيكون كتير مشغول بأموره العملية،
هلا اللي بيدوروا على شغل ممكن يلاقوا شغل باول نص من السنه بالنسبه لمواليد العقرب اللي ما عندهم شغل، واللي عندهم شغل متابعين طبعا بامورهم واعمالهم، في فرص جيده بالعمل، في مكاسب جيده ايضا. هي سنه ماليا ما سيئه ابدا لمواليد العقرب، ولكن النص الاول يمكن بيحتاجوا شوي يهتموا بامورهم الصحيه نتيجه ارهاق ونتيجه تزامن مسؤوليات. الفكره انه مولود العقرب بهي السنه في عنده تزامن ما بين مسؤولياته العائليه ومسؤولياته المهنيه، وممكن ببعض الفترات وخاصه بالنص الثاني من العام ممكن مولود العقرب التزاماته العائليه تعيقه عن اهدافه العمليه. وتذكروها هاي مواليد العقرب كلكم، تذكروا هالجمله منيح، لانه فعلا ببعض الفترات رح يحسوا انه هنن هالالتزامات الكثيره او هالمسؤوليات اللي عم يحسوها تجاه عائلكم، اي كان موقعه العقرب بالعائله واي كان عمره او سنه، هي ممكن كثير تاخر لهم بعض الاهداف العمليه. هلا ممكن يكون ارتباط، ممكن يكون سفر يتاخر يتاجل مثلا، ممكن ارتباطه يكون في بعض المعيقات يعني بحياته. النص الثاني من السنه طبعا في شيء بدي نوي عليه، انه في ارتياح لمولود العقرب كثير مهم يبدا من شهر اذار، لانه كان زحل بيقدلوا كثير ضاغط على مواليد العقرب الحقيقه، وحملهم مسؤوليات كثير بانتقاله للحوت. هذا الكوكب بيدعمه لمولود العقرب، هلا هو بيدعمه من ناحيه بيخلي قراراته يمكن اكثر نضج، قراراته العاطفيه تحديدا، يعني علاقاته العاطفيه مولود العقرب رح تاخذ هاي السنه سياق مختلف، منهج مختلف، يعني حيلاقي انه كيف اختياراته حتكون دقيقه اكثر، ناضجه اكثر، يمكن ما يلحق عاطفته كثير. ببعض الفترات ممكن يحس مولود العقرب شوي بكآبه من الناحيه العاطفيه، ولكن هي سنه للارتباط بالنسبه لمولود العقرب. بس انا قيم هي السنه انه ما كثير تعتمد على الارتباط العاطفي، ترتبط على تعتمد على الارتباط العقلاني. مولود العقرب عنده فرص ارتباط هذا العام، ولكن تعتمد على العقل اكثر من القلب، يعني كان يرتبط بشخص يامن له استقرار، كان يرتبط بشخص اكبر منه بالعمر، من بيئه ثانيه، من بيئه مختلفه، من بلد مختلف، يعني ما بنشوف انه العقرب لاحق قلبه بهي السنه. حدسه بيكون كثير مهم وكثير كبير، وفي عنده اكيد تغييرات كثير هامه بعلاقاته الاساسيه بالحياه. طيب يمكن ضل عندنا ثلاث ابراج، الدلو والحوت والقوس، شو فيكي تخبرينا عنهم؟ والجدي. والجدي كمان نسينا. هلا بننتقل للجدي، طبعا كل عام وانتم بألف خير، سنه حلوه كثير بالنسبه لمواليد الجدي، وكل ما مر بيدخل السنه مكتئب مولود الجدي، ما بيدخل كثير متفائل. ولكن اعتبارا من شهر اذار بتختلف الصوره كليا. الجدي عم يدخل سنه فيها حركه كبيره وفيها نشاط كثير، فمنلاقيه متعدد الاهتمامات، متعدد الانشطه، ما منلاقي هذا الجدي اللي قاعد ورا مكتب ولا اللي مسكر بابه وقاعد بالبيت. يعني حتى اجتماعيا بنشوفه نشيط جدا على خلاف طبيعته الاساسيه. الجدي مو كثير اجتماعي، بس هاي السنه بنشوفه عم يدخل اوساط جديده، عم يعمق علاقات، عم يوسع علاقات بحياته. منلاقي حتى اعماله في نشاط باعماله، منلاقيه بهذا العام تحت الضوء مولود الجدي، منلاقي انه ممكن كثير يكون عنده يعني يكون مرجعيه بمحيطه، يعني دائما لكثير من الاشخاص سواء بمحيطه العائلي او حتى بمحيطه المهني. في فرص للسفر عند مولود الجدي بهذا العام اذا حب، والوضع العاطفي هو الابرز الحقيقه بالنسبه لمواليد الجدي هذا العام. سنه لارتباط، سنه لشفاء عاطفي، اللي عانوا من علاقات عاطفيه صعبه بالسنوات الماضيه، في شيء جديد عند مواليد الجدي بيحملهم سعاده، بيحملهم استقرار عاطفي بالمحصله العام. ارتباط لدى كثير من مواليد الجدي يلي مانوا مرتبطين للان، فانا بشوف انه يعني الامور العاطفيه متصدره
هذا العام لانه هي حتكون احلى شيء. بنلاقي الجدي انه كثير عم بيعتمد على مواهبه وعلى امكانياته عم يظهرها، عم يحاول يكون اكثر تالق فيها. سنه ناجحه اجمالا ولو مرت باول السنه بشويه متاعب. القوس، مواليد القوس ايضا عندهم سنه جيده، لسع كوكب الحظ عم يدعمهم ان كانوا ناويين على سفر او ناويين على تغيير. هلا انا بشوف شؤونهم العائليه هي الابرز بهي السنه. عندهم تغييرات بشأنهم العائلي، بإقامتهم، بسكنهم، بعقار، بشؤون عقارية كعمليات بيع أو شراء، انتقال من مسكن لآخر. مولود القوس هاي السنة بيحققها سواء كان عبر سفر أو بس مجرد انتقال، ارتباط ممكن يكون، أي تغيير على المستوى العائلي هذا السنة بيحققه مولود القوس. هي سنة جيدة ولكن طبيعة علاقاته العائلية بتختلف هذه السنة شوي، وكأنه القوس ببلش انه بياخذ مساحة، ببلش بيضع حدود لعلاقاته بيمشي عليها من اول وجديد. النص الثاني من العام جيد جدا ولكن بحمله مسؤوليات واعباء كثيرة، بده يحاول انه يوازن مولود القوس وينتبه شوي على اموره الصحية لانه عنده انشغالات بظرف صحي بخصه او بخص محيطه بهذا العام. المال جيد يعتبر اذا بدنا نحكي عن نواحي الماليه، ولو تكبد شويه مصاريف طبعا اذا بده يتزوج او يسافر او يهتم بوضع صحي بده يضطر لدفع بعض المصاريف. نعم. ضل لسه شيء ابراج دلو. الدلو والحوت. طبعا الدلو نحن قلنا القوس قبل الجدي والمفروض. مواليد الدلو يسعد لي اوقاتكم، كل عام وانتم بألف خير. سنه تغييريه جدا بالنسبه لمواليد الدلو، فيها تحول 180 درجه. اول كوكب رح يغادره هو كوكب زحل، ارهقه لمولود الدلو. بقي عنده سنتين ونص. كان مولود الدلو عم بيعاني من شروط كثير ثقيله، من متاعب سواء بعمله سواء بحياته. بيغادره، بيريحه لحد كبير طبعا بهي السنه، بيروح للحوت. هلا الناحيه الابرز بالنسبه لمواليد الدلو بهي السنه هي امورهم الماليه. امورهم الماليه هي يلي بدها اعاده صياغه كامله. طبعا وقت بنحكي على الامور الماليه مو يعني قله بالمال، اكيد لا، ولكن في لازم يكون في اداره حكيمه كثير. السلوك المالي السابق لمواليد الدلو لازم يغيروه بهذا العام او اعتبارا من هذا العام، لانه زحل رح يحكم بيت المال عنكم ورح يكون كثير يعني دقيق ومحاسب لكل سلوك مالي، مواضيع بيع، مواضيع شراء، مواضيع استثمارات مثلا. اذا عندهم اي تحركات ماليه مواليد الدلو، شراكات ماليه بدهم كثير يديروها بحكمه بدون اي استهتار، بده ياسسوا بهي السنوات القادمه قاعدة مالية آمنة وضامنة لوضعهم. النص الثاني من العام يمكن يكون أشد صعوبة شوي بالنسبة لمواليد الدلو، كون بحاكي وضعه العائلي، الوضع العائلي اللي قابل للتغيير بأي لحظة. مواليد الدلو في انتقالات عندهم، في تغييرات كثير مهمة، في فترة بالسنة بينتبهوا كثير لعلاقاتهم الزوجية كارتباطات أو كانفصالات، لأنه معرض مولود الدلو في مربع شوي ثقيل رح يكون بفترة الصيف بتواجد الزهرة ببرج الأسد. بالحقيقة الدلو بيدخل بهذا العام امتحانات كثيرة واختبارات كثيرة مفروض أنه يكون ناجح فيها بالهدوء وبالقرارات الحكيمة وعدم اتخاذ قرارات انقلابية بهذا العام يمكن تأثر على مسيرته. اخيرا الى الحوت. اكيد صباح الخير وكل عام مواليد الحوت بألف خير. بقى القصه كلها عند مواليد الحوت، يعني الاهم انه هو في كوكب مهم جدا وصل لعنده، بده يوصل بهي السنه بشهر اذار، هو كوكب زحل. هو يلي حيترك لمواليد الحوت او حيفرض على مواليد الحوت اعاده صياغه حياتهم كلها، حياتهم العاطفيه، اهدافهم المهنيه، كل شيء كان يمارس من السابق بده يتغير اعتبارا من الان. كثير مواليد الحوت بياسسوا لعمل جديد بهي السنه كثير منهم،
والأهم إنه يتخلوا عن كل الأهداف يلي مانا واقعية، لأنه السنة تحتم على مواليد الحوت والحقيقة على كل المواليد، إنه دايما تكون أهدافنا بكل شيء بدنا إياه، سواء أهدافنا عاطفية أو مهنية أو مالية، تكون أهدافنا واقعية. إذا ما كانت واقعية ما في نجاح. فالحوت بده يحط أهداف واقعية. إذا كنت مولود الحوت بصدد مثل ما أنا عم أقول تأسيس لعمل جديد أو انتقال لعمل جديد، فمن المهم جدا إنه يعني ترتب أهدافك ولا تدخل بجديد ما عندك خبرة فيه. الاعتماد على الخبرات بهذا العام مهم جدا. ادخل مشروعك الخاص وانت معتمد على خبرتك طوال السنين الماضية وحيحالفك النجاح. الفترة الأولى من العام أول 4 أشهر رح يكون في حركة مالية لمواليد الحوت. النص الثاني من العام حيكون عنده انتشار كثير كبير، حيكون عنده تغيير يمكن بأوضاع عائلية. كثير مواليد الحوت بينتقلوا من مسكن لآخر أو بيتعاطوا مع شؤون عقارية هذا العام، بس طبعا انتبهوا كثير على الضمانات، على العقود، على كل هالقصص. علاقات رح تخرج من حياة مولود الحوت بهاي السنة ورح تدخل علاقات جديدة مبنية على أسس مختلفة عما سبق. بعض مواليد الحوت بيكون عندهم سفر إما بهدف زواج أو بهدف دراسة، عفوا بهدف عمل. حتى دراسيا جيد الحوت، هلا تذكرت لأنه في كثير مواليد ما قلنا لهم إنه دراسيا كمان مناح. النص الثاني من العام بالنسبة لمولود الحوت يمكن يكون في بعض الشؤون المالية المتعلقة بالآخرين، ما بين حقوق وواجبات مالية، قضايا قانونية معلقة يمكن بتبلش إلى حل. الحوت بهي السنة من الناحية العاطفية أموره جيدة، ولكن مولود الحوت أنت مبلش مرحلة جديدة من حياتك على كل الصعد كلها، يعني عاطفيا، عمليا، ماليا، مهنيا. بقول لمولود الحوت بالنسبة لإلهم لازم أكيد من الناحية العاطفية باشروا بجديد عاطفي. العواطف والعلاقات العاطفية من الماضي، لأنه في كأنه الماضي بيرجع لهم بزيارة بهي السنة، فمن الأفضل لتحقق استقرار إنك تسكر باب الماضي إن شاء الله بهذا العام الصحة والخير لكل الأبراج اللي قلتيهم. نعم. اليوم بدنا نشكرك على وجودك. يسعد لي صباحك. نرجع نقول لك السنة حلوة إلك وللجميع يا رب. شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا إلك ولكلامك اللي فائق وطاقتك الحلوة.